في معرض الثناء. وأما الخال الذي في الباب السيء أشعب خال الواقدي، تعرفون الواقدي محمد بن عمر الواقدي الذي يكتب في المغازي كثيرا، وهو نقلوا أنه أحيانا يكذب، خالوه أشعب الطامع، يا طماع خال لشخص يكذب. تعرف أشعب؟ لا، كيف لا تعرف أشعب؟ الحمد لله أنك لا تعرف. أشعب الطامع ضرب به المثل في الطمع، وورد زي جحا، جحا في الحماقة وأشعب في الطمع، موجودة له ترجمة ليست بنيرة بل ترجمة سيئة في ميزان الاعتدال، تنم عن حماقة مع طمع شديد. فرأى رجلا يصنع قفة قال وسع، قال لماذا وسع؟ قال لعله يهدى إلي فيها يوما. تتبع رجلا أمامته كادت تسقط، الرجل الماشي أمامته معوجة، فالرجل التفت إليه بعد مدة لماذا تمشي خلفي؟ قال لعل الأمامة تسقط فأخذها. جاءه رجل قال يا أشعب وجدت دينارا كيف أصنع به؟ افترض أنه يقول أعرفه، قال أشتري دجاجة وأعرفها. قال إذن الناس لا يعرفونها. قال ذلك ما كنا نبغي. فترجمته موجود في ميزان الاعتدال هذا الكلام. ومن أشد حماقاته أن الأطفال لما اشتهر عندهم بالطمع كانوا يرمونه بالأحجار، يا طماع يا طماع، كالمظاهرة التي. فجاءوا يوما فقالوا يا طماع، قال يا أبناء تعالوا. فجاءوا قال هذا الرجل البعيد يوزع أموالا اجروا وراء. ذهبوا يجرون وراءه وهو قال وما يدريني لعله حق، وجرى خلفهم كي يحظى بشيء من العطاء. قيل له ماذا بلغ حد طمعك يا أشعب؟ قال ما من امرأة كانت تقيا بالمدينة إلا وتوقعت وطمعت أن تكون زوجتي. أي امرأة تزف يعني أفكر ممكن تكون تزف إلي. نرجع